نبقى بقى مع الأمور اللي فيها يعني أسلوب ناعم إلى حد كبير ونوع من أنواع الترويح عن النفس. الأول نقول خبر لطيف، وهو إن شرم الشيخ استقبلت أول رحلة طيران شارتر بولندية، والكلام ده من 10 شهور، بقى لنا 10 شهور لم نستقبل أي رحلة بولندية، فشرم الشيخ النهارده استقبلت اول رحله بعد توقف لمده 10 شهور. اما بقى بالنسبه لحاجه لطيفه خالص، احنا اول امبارح كنا بنتكلم على ان وزاره السياحه مع وزاره الاتصالات وكان حاضر كمان وزير الاثار، بقى عندنا بوابه الكترونيه للسياحه، بحيث ان السائح ما يقعدش بقى يسال هي مصر دي عباره عن ايه؟ مصر دي هل هي ابو الهول والاهرامات بس ولا في حاجات تانيه؟ لا، اللي هيفتح هيلاقي من 200 ل 220 موقع، ومفروض ان الموقع ده أو موقع الإلكتروني، أنا بتكلم 200 ل 220 موقع ممكن زيارته، ده أولا. والموقع ده المفروض إن هو ب 14 لغة، ومفروض إن هو بيتحدث كل 4 شهور. النهاردة بقى بنلاقي إن وزارة السياحة بتتكلم في حاجة كمان إضافية جدا، إن مصر هتروج للسياحة الرومانسية، بما إن كان عندنا أنتوني وكليوباترا فممكن إن إحنا نستغل ده، لكن هنستغله إزاي؟ يعني إحنا قرينا العنوان عجبنا لكن ما عرفناش تفاصيله، يعني ايه هتبقى بتروج للسياحه الرومانسيه؟ معنا الاستاذ سامي محمود رئيس هيئه تنشيط السياحه. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. قول لنا ايه بقى موضوع السياحه الرومانسيه دي؟ يا هو بس هو المسمى يمكن ما نقصدوش بالمعنى الحرفي بتاعه، بس هو مسمى لطيف، عارفه ان يعني ما ننكرش ان هو مسمى لطيف، طبعا جميل وظريف وكده، لان حضرتك عندك الرحلات النيليه اللي ما بين الاقصر واسوان وما بين اسوان الى ابو سمبل بتعتبر من اهم الرحلات اللي احنا بنعتبرها في جو رومانسي وجو ثقافي، يعني بتجمع ما بين المعلومة الثقافية وفي نفس الوقت على ضفاف النيل بتلاقي الخضرة ممتزجة مع الصحراء، علاوة على زيارة أهم المعابد الفرعونية والاستماع إلى القصص الفرعونية الجميلة من خلال هذه المعابد. عندنا شرم الشيخ والغردقة بفنادقها بشواطئها بجمالها، جمال الطبيعة فيها، بتعتبر مكان أفضل مكان للهدوء والاستجمام سواء للهانيمونرز أو لسياحة الاستجمام. ما هو ده اللي أنا كنت لسه هقوله لحضرتك، يعني في بلدان زي تايلاند ماليزيا مثلا معروف أن اللي عايز يروح هانيمون يبقى يروح هناك مثلا، فهل إحنا دلوقتي قلنا الاسم ده بحيث أن اللي عايز يروح بقى شهر عسل أو هانيمون أيا كان بقى اللي هيقولوا عليه يبقى عارف ان مصر من ضمن البلدان اللي هو يروحها؟ مظبوط. طبعا، لان احنا بدانا الموقع الالكتروني اللي حضرتك اتكلمت عليه، وده موقع مهم جدا هينقل مصر نقله كبيره جدا، لانه هيقدم معلومات شافيه وكافيه عن كافه المقومات السياحيه والمنتجات السياحيه الموجوده في مصر، زي السياحه الثقافيه، زي السياحه الترفيهيه، زي السياحه الصحراويه، زي سياحه الاستشفاء والسياحه العلاجيه، زي سياحه الصحراء ومشاهده الطيور، زي سياحه اللي احنا بنتكلم عليها الهاني مونرز، فكل ده هتبقى معلومات متاحه بشكل كبير جدا ومحتوى جيد جدا بصور ذات جوده عاليه وبافلام فيديوهات زي برومو صغير كده بينشط لكل هذه الانواع من السياحه. وتوقعات حضرتك لردود الافعال تجاه الفكره دي، يعني فكره تسويق جديده، توقعات حضرتك بقى لردود الافعال عليها ممكن تبقى ايه، وفي فتره زمنيه قد ايه نبدا نحسبها او نقول جابت او ما جابتش؟ هي دي حضرتك بنعتبرها من السياحات المتخصصه اللي احنا بنقول عليها نيش توريزم. لكن مصر في الوقت الراهن مهتمه في ظل تراجع عدد السائحين ان احنا نركز على السياحه العامه او الماس توريزم، لكن السياحه المتخصصه عندما تستقر الامور وتبقى مصر في افضل حالاتها هنبدا الترويج بكثافه للسياحه المتخصصه. زي ما قلت لحضرتك سياحه الاستجمام مهمه جدا، سياحه الاستشفاء مهمه جدا، سياحة الصحراء، وعندنا أجمل صحاري العالم في الصحراء الغربية، هيبدأ كل سياحة رحلة العائلة المقدسة، مصر بتملك إمكانيات هائلة في رحلة العائلة المقدسة، كل الأمور دي هنبدأ نفكر فيها بشكل مركز، بس من الأول بنركز على عودة السياحة العامة
نظرا للظروف اللي بيمر بيها قطاع السياحة في الوقت الراهن. طيب يبقى برضو السؤال، توقعات حضرتك لأنه المبادرة دي أو الفكرة دي ممكن تجيب نتيجة خلال فترة زمنية قد إيه، أو نقدر إن إحنا نقيمها خلال فترة زمنية قد إيه؟ يعني أنا أقدر أقول إن إحنا مع بدايات 2017 ممكن نستقبل مثل هذه النوعية، لكن التقييم الفعلي لها هيبقى خلال 2018 بإذن الله إن شاء الله. بس هو عموما فكرة للترويج وللتسويق فكرة لطيفة جدا، نتمنى إن إحنا كمان ندخل على الجدول، يعني على جدول الأماكن اللي الناس تبقى اللي عايز يقضي شهر عسل يبقى هو بقى عايز يجي هنا، مش مجرد بس إن إحنا نقول السياحة الشاطئية فقط أو سياحة العلاج. وحتى فكرة السياحة المليانة صخب هي لطيفة برضو، ما بنقولش حاجة، لكن عنوان السياحة الرومانسية هو عنوان لافت للانتباه. نتمنى ان الفكرة تؤتي ثمار جيدة بإذن الله في القريب العاجل، بالإضافة لان البوابة الإلكترونية فعلا موضوع كنا بنتكلم عنه بقالنا سنوات، فيا رب بإذن الله في القريب العاجل كمان نلاقي ان بقى في نتيجة إيجابية نتيجة لوجود الموقع والتحديث يتم، ما يبقاش بس ان الخطة ان التحديث يتم كل 4 أسابيع وبعد كده ما نلاقيش تحديث، دي برضو بتبقى من ضمن المشاكل. فيا رب ان شاء الله المتابعه تكون متابعه جيده.